السلام عليكم. اليوم رانا في طريق السيار اللي يدي من غردايه باتجاه عين ميناس، اذا في طريق السيار تاع شمال جنوب، ورانا في الجزء اللي يدي باتجاه عين ميناس. ونروح نشوفوا الطريق هذه وين واصله. اذا بعد مدينة غردايا، إذا نستمر في الرحلة تاعنا باتجاه الجنوب بواسطة طريق السيار شمال جنوب. إذا تابعونا لمعرفة أين تنتهي الأشغال بطريق السيار شمال جنوب. وهنا رانا ما بين غردايا وعين ميناس.
هنايا رانا باتجاه ورقلة وزلفانة، ونشوف طريق السيارة ما شاء الله روعة روعة. فيما يخص هذو لي كليسيير دو سيكوريتي، هذو اللي داروهم هنا هو أفضل حل، لأنه نهار يديروا الكليسيير بالبيتون يديروا شغل الحيط، الحيط يحبس الرمال، يحبس الرمال عندما تكون الرمال الحاجز هذاك تاع البيتون تاع الخرسانه يحبس الرمال تتراكم على الحيط. شفتها في الاماكن وين كاينه لا كليسيير دو سيكوريتي مخدومه بالخرسانه راهي تحبس الرمال. اذا الحل هو هاد الكليسيير اللي يخلوا الرمال تمر، اذا كان الريح الرمال تمر تحت لا كليسيير هنا لانها مفتوحه من تحت ما تتراكمش اذا على الطريق. اذا هذا هو الكليسيير هذو اللي مستعملين هنا تاع تاع السلامه، هذو الكليسيير دو سيكوريتي بالطريقه هذه اللي يكونوا يخلوا الهواء من تحت مفتوحين هو افضل حل بالنسبه للرمال. عندما تمر الرمال يحركها الرياح تمر بلا ما تتراكم على الحاجز الاسمنتي اللي يديروه. اذا هذا هو الكليسيير ملاح بالطريقه هذه هو افضل. عين أميناس عند مخرج من ولاية غردايا باتجاه ولاية المنيعة ورقلة، يعني في اتجاه هذا في كاع الولايات هذو. مازلنا طريق السيار مازال متواصل باتجاه الجنوب الجزائري. خليكم تتابعوا الفيديو وما تبقى من الفيديو هذا، والسلام عليكم.